حماية جمعية حماية الأسرة الفلسطينية، بنهتم في الحوامل، بنهتم في الوضعات. أشهر كامل ما شاء الله. قديش وزنه؟ على أساس 3 كيلو. بس في صفار، الصفار هون بدك ترضعي 17 نفر، بنات وأولاد شباب 3. يعني تاخديش راحتك وخصوصية في الرضاعة. انت حاولت يعني تطعمي حليب تاني؟ ما فيش إني أعطيه حليب ثاني أصلاً. يعطيك ألف عافية، ألف سلام عليكم، الحمد لله على سلامتكم. يوجد حوامل، في نساء بيعانوا من قلة الموارد، في نساء على وشك الولادة. انت حامل؟ اي شهر؟ سابع؟ وكيف معاناتك يا سابع انت؟ لا لا، ايه؟ ايش هذا؟ ضغطك عالي كثير. وين جوزها؟ وين جوزها؟ بكره على طول بتنزلها وين؟ على الدكتوره تحت، دكتوره نبال. ضروري، في عندها تدخل ضغط وسكر، هذا اللي جايك الى المستشفى عشان ما يصيرش شيء للبيبي. هو نفس الهلال اللي احنا بنزوره وبنشوف الحالات. بصراحة أنا ما طلعت، يعني الحمد لله نصيب إنه ما طلعت للحالات اليوم. 3 إسعافات ورا بعض، في 5 حالات إصابات وثلاث قذائف رموها بال5 دقايق، وربنا يستر من اللي جاي. يابا